بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. النهاردة عندنا أخبار مهمة جدا عن صفقات النادي الأهلي وبات استعداداته للدوري الجديد، ولكن في البداية لازم أتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا. خلاص، بعد رد الفعل من جانب اللجنة الأولمبية المصرية بداية المواجهة، خلاص المواجهة ابتدت ما بين للأسف ما بين النادي الأهلي وصدام النادي الأهلي واللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية أصدرت لائحة استرشادية، اللائحة الاسترشادية دي جاية من قانون الرياضة الجديد، وكان فيها إن من حق الأندية إنها تعقد اجتماعا خاصا. لم توضح شكليات وحيثيات هذا الاجتماع الخاص، هو قال لك اجتماعا خاصا. اجتماعا خاصا في اللغة العربية بيبين ان انت الاجتماع ده اجتماع غير عادي، مش طبعا زي الجمعية العمومية غير عادية، لا ده هو بعيد عن برضو الجمعية العمومية غير العادية، لان ده بيحدث مرة واحدة فقط. النادي الاهلي عنده ناس قانونيين على اعلى مستوى، على رأسهم سيادة المستشار رضا إعطي، النائب العام السابق برضو موجود، محمد الاستاذ محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين. كل هؤلاء رجعوا كلمة اجتماعا خاصا بشكل مهم جدا ودراسة على أعلى مستوى. ومجلس إدارة النادي الأهلي ما بيمشيش منفردا، بيستشير من هم أهل الخبرة وأهل العلم بهذا الشأن. فلما استشار هؤلاء محدش طلع قال إن في أي مشكلة، غير إن اللجنة الأولمبية ما قالتش إيه سبب إن هذا الاجتماع الخاص، إيه ضوابطه؟ إيه شروطه؟ ولو عملت أي نوع من التغيير هيكون إيه العواقب بتاعته؟ أنت لما بتصدر قانون بتصدر مثلا هنقول عقوباته، بتقول أنت لو فعلت أو عدلت أو غيرت في هذا الشكل بيكون العواقب 1 2 3 4، لا كل الكلام ده لم يحدث من جانب اللجنة الأولمبية المصرية، ولها كل الاحترام والتقدير وللأستاذ أو السيد أو الباشمهندس هشام حطب اللي هو كل الاحترام والتقدير. وحتى الآن الموضوع ليس شخصي بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن يبدو أنه هو شخصي بالنسبة للجنة الأولمبية، أن حتى الآن بعد كل الخبرة في القانون، ولما يطلع حد بقيمة المستشار رضا عطية وتحدث في القانون، لا في كده 100 شخص، كده في 100 شرط، مفيش حاجة في الاجتماع خاصا تخلي أو تجبر النادي الأهلي إنه يمشي ورا الكلام الآخر إنه لا يوم واحد ولا يومين، لا الكلام اجتماعا خاصا إذن حسبما يتراءى لمجلس إدارة النادي الأهلي. فمجلس إدارة النادي الأهلي حب إن هو يريح جمعيته العمومية، ما شاء الله عنده جمعية عمومية كبيرة، عنده مقرين، مقر في الجزيرة ومقر الأم ومقر في مدينة نصر، وعنده فرع الشيخ زايد، وفر على كل هؤلاء الموضوع. فابتدى المواضيع تبان في إن الموضوع مش قصة قانون والنادي الأهلي بيمشي عليه، النادي الأهلي عمره ما بيمشي ضد أي قانون، بل بالعكس النادي الأهلي هو دائما الداعم الأكبر للقوانين والضوابط واللوائح على مدار التاريخ، سواء بقى في الرياضة سواء في الأنشطة الأخرى، في كل حاجة تلاقي النادي الأهلي على عبر تاريخه هو الداعم الأكبر لأي قانون. فالموضوع النادي الأهلي ماشي في مسيرة، وهذه المسيرة بتيجي فيها نجاحات. فأنت دلوقتي تفاجأ ببعض المنشتات بأنك تقرأ أن مجلس الأهلي يزج الأهلي إلى كذا، ولما النادي الأهلي يكسب بطولة أو إنجاز ما تلاقيش نفس الكلام، فهنا تلاقي ازدواجية، والازدواجية دي بيبقى عليها علامات استفهام. النادي الأهلي معايا أخبار هقولها لحضراتكم للأسف بتمر مرور الكرام، ولكن في حد بيتربص للمسيرة، المسيرة ناجحة، والنجاح زي ما بيفرح ملايين الأهلاوية اللي أنا بتكلم ليهم زي ما بيقلق ناس مش حابة إن النادي الأهلي يبقى ناجح، وده قدر النادي الأهلي، النادي الأهلي ناجح، ولكن النجاح بيأتي عبر دراسة وعبر نو هاو، لأن كلمة نو هاو لما قلتها امبارح
وجعت ناس كتير لانها تجهل يعني ايه كلمه نو هاو، او ما عرفهاش ما اتعلمهاش ما يعرفهاش ومش هيعرف، لان هو وصل لمرحله ان عقله قفل والناس اللي عليها قفل بتفضل زي ما هي. النادي الاهلي بقى من الناس ومن النوعيه اللي دائما عقلها مفتوح فبتصل لدراسه، والدراسه تاتي الى الانجازات، لان الانجاز ما بيجيش بالصدفه. النادي الاهلي ما شاء الله في 110 سنه بصوا كام بطوله، الكلام ده ما بيجيش بالصدف. وده اخر كلامي في هذا الموضوع، وعندنا فيه كلام كتير في الايام المقبله. نخش بقى على الكلام اللي بيحبه الجماهير. النادي الاهلي رسميا يوقع مع لاعب جنوب افريقي، لاعب دولي اسمه فاكاماني او باكا مهلم. هذا اللاعب لاعب قادم من بيدفيس الجنوب افريقي، لاعب منتخبات النادي الاهلي ما شاء الله في الفتره الماضيه وفي هذه الفتره بيجيب نوعيه اللاعب لاعب المنتخبات. عندك ملك ايفونا لاعب منتخبات، عندك وليد ازارو لاعب منتخبات، نبيل علي معلول لاعب منتخبات، عندك باكا مالامبي ده لاعب منتخبات، وده ظهوره الاول من النادي الاهلي. وقع لمده 4 مواسم هتبتدي في موسم 2017-2018 في حضور سياده اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والدكتور عصام سراج المدير التعاقدات للنادي الاهلي والمدير التجاري. وحضر مالامبي الى مقر الجزيره مساء الخميس، وتواجد في مران الفرقه في مختار التتش. مالامبي على المستوى الدولي لعب ماتش واحد مع المنتخب جنوب افريقيا، و5 مباريات بالمنتخب الاولمبي لجنوب افريقيا، وبنتمنى له التوفيق. لعيب من الاضافات المهمه جدا. نطلع ونشوف هذا التقرير ماذا قال مالامبي عقب توقيع النادي الاهلي، ونرجع ونكمل كلام. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا بكم هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا في الساعات الاخيره قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفيه الجاريه والصفقه الاخيره في قائمه تفاريق النادي الاهلي، مهاجم بيدفيست الجنوب افريقي والتي طال انتظارها خلال الساعات القليله الماضيه، لكن الاهلي اتم بشكل رسمي التعاقد مع هذا اللاعب لمده 4 سنوات. اللاعب يدور حواليه طبعا تساؤلات كثيره في السوشيال ميديا حوالين اسمه، من خلال التعليق على مباريات الدوري خلال الفتره القادمه سيكون محور واهتمام التساؤلات الجميع في السوشيال الميديا. لكن اسمه باختصار باكا، لكن اسمه الرسمي من خلال طبعا باسبوره وجواز سفره واللي هيتم طبعا قيده في قائمه فريق النادي الاهلي المحليه، باكاباني مهلبي. طبعا برحب بيه داخل صفوف فريق النادي الاهلي وداخل النادي الاهلي، ومعايا طبعا وكيله الاستاذ محمد العاصي. عايز اعرف الاهلي لما اتكلم حوالين ضمه، خاصه ان هو كان واجه الاهلي منذ شهر مارس الماضي، والكابتن حسام البدري ابدى اعجابه جدا بامكانيات هذا اللاعب، كان رد فعله ايه؟ وعايز اعرف كمان في البداية لما الأهلي أعرض أن هو ينضم للنادي الأهلي وكان في عروض أعتقد حواليه، كان تفكيره إزاي وكان شايف إزاي انتقاله لهذه المرحلة وصفقة طال انتظارها من شهر مارس حتى نهاية القيد في الصيف خلال شهر أغسطس؟ والحقيقة كان في فعلا اهتمام من النادي الأهلي بباكاماني، ولكن لما يمكن عدد الأجانب بقى 3 بس ما زادش الأربعة، كان الأولوية عن النادي الأهلي أنه يجيب رأس حربة، فكان وليد أزارو. ولما رجع تاني اتفتح 4، يمكن هو كان في مفاوضات بينه وبين نادي فيتوريا جيمارايش في البرتغال وما حصلش اتفاق بين الناديين، والمفاوضات توقفت قريب، ولما زادت 4 الاجنبي الزياده اللي زاد ده بقى فيه اهتمام تاني من النادي الاهلي بيه، واتكلمنا مع نادي بيدفيست والحمد لله ربنا وفى وهو موجود معانا. My agent contacted me to say we have an offer from. أول واحد قال له الخبر كان وكيله مستر جلين، وكيله في جنوب أفريقيا، وفي الأول يعني كان سعيد بالخبر، ولكن كان قاعد بيفكر إنها خطوة مهمة ولازم يحسبها كويس، وقال له اديني وقت أفكر وأستشير أهلي وكده، ولكن الحقيقة كل الناس اللي كان بيستشيره وكان بيشجعه على الخطوة، وده اللي خلاه قبل العرض وبقى موجود معانا. That I'm going to do, and then obviously everyone like was supporting me, so I thought maybe I should take it. I think going to هو بيقول ان هو بيلعب في اي مركز في الجزء اللي قدام، يعني هو يقدر يلعب جناح يمين او شمال او مهاجم، بالنسبه له ما تفرقش، يعني تبقى وجهه نظر المدرب، وبالنسبه له بيحب يجيب اجوان ويعدي من المدافعين،
بالنسبه لسرعته هتفيد الفريق ولا لا، ويتمنى ان هي تفيد الفرقه، ويتمنى ان هو يجيب جوان اكتر. وفي الاخر هو بيقول ان مفيش حاجه فرديه هي اللي تفرق مع فريق، الاخر بيميز الاهلي ان هو فريق منظم وجماعي. Coming from me, I don't know. I've only trained him 3 times and I think I've met him. والحقيقة هو قابل عمرو بس ما تكلموش في أول في موضوع النادي الأهلي. في الماتشين دول هو ماتش عمرو هو ما كانش موجود فيه، والماتش التاني عمرو كان موجود مع المنتخب ولسه موجود مع المنتخب كان لحد دلوقتي، فما كانش عنده وقت إن هو يسأله في النقطة بتاعت النادي الأهلي. I couldn't get any advice from him. With the two players there. هو قابل فيها جونيور وعلي ورحبوا بيه وقالوا له ان انت هتحس هنا ان انت في بيتك ومتقلقش من حاجه، واللعيبه كلها يعني الروح طيبه بين اللعيبه هنا والكلام ده كله، وانه بكره ان شاء الله لما تيجي في التمرين هنتكلم اكتر وبتاع. هم كانوا ماشيين وهو كان لازم يخش كابتن حسام، وبعدين مع كابتن حسام شرح له نقط معينه تساعده في التاقلم واللي هو متوقعه منه واللي هو عايزه منه. Number I preferred was 27 because it was my sister's birthday. الأول الرقم اللي بيفضله هو رقم 27 ميلاد أخته، بس الرقم ده هو متاخد هنا فبالنسبة له ما فيش مشكلة، ما تفرقش في الآخر، هما فريق واحد يعني. موضوع الرقم ده مش موضوع مهم قوي بالنسبة له، فغالبا هيكون رقم 32 هو رقمه مع النادي. بدايته كانت مع المنتخب الأولمبي، وكان هو يمكن وقتها 17 سنة ونص 19 سنة، ووصل معهم الأولمبياد وكان ليه دور مع الفرقة، وبعدها شارك مع منتخب بتاع سنه تحت 20 سنة، وكان هو اللي جاب الجون اللي صعدهم كأس العالم، وشارك معهم في كأس العالم اللي كانت في كندا من شهرين. وبس ده تقييمه بالنسبة للمشاركات الدولية. Then I was off. Actually, من الأول أصلا قبل ما يجي النادي ويبقى في مفاوضات، لما جم يلعبوا فكانوا قالوا لهم إن الجمهور بيسمحوا بعدد قليل، الجمهور ما بيسمحوش الجمهور كله يخش، فكان عنده فضول إن هو يخش يتفرج، وكان فعلا جمهور كبير جدا. في حاجة مهمة جدا، هذا ينوي اللاعب. اللاعب قال لك النادي الأهلي فريق جماعي، فمفيش حاجة فردية بس هي اللي هتفيد المنظومة، وده تصريحات اللاعب المحترف. تاني حاجة قال لك أنا استشرت كل اللي حواليا قبل ما آخد قرار انتقال للنادي الأهلي، ده بيبين لك قيمة وفاليو النادي الأهلي في القارة الإفريقية، وأيضا طموحات هذا اللاعب، لاعب منتخبات، لاعب كاس عالم شباب، لاعب اولمبياد، وبيلعب في منتخب الاول لجنوب افريقيا وبينضم للمعسكرات. اذا انت جايب لعيب بصفه دوليه، وهذه هي طريقه النادي الاهلي في اكتساب اللاعبين المحترفين في الفتره الماضيه، وهذه فتره ان شاء الله يعني بنقول له ويلكم باكا للعيله بتاعت النادي الاهلي، وان شاء الله يكون له دور فعال في هذا الموسم مع النادي الاهلي في كل البطولات. نروح لتدريب النادي الاهلي. السعيد وفتحي وحمودي ينتظمون في مران الاهلي، واجايي بيغادر للاصابه. ثلاثي النادي الاهلي عبد الله السعيد واحمد فتحي ورامي ربيعه انتظموا في تدريبات فريقهم مساء الخميس بعد انتهاء الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللعيبه بعد مشاركتهم في لقاء المنتخب امام اوغندا امس الاول، كسبوا منتخب 1-0. والاهلي بيستعد لمواجهه طلائع الجيش في 10 سبتمبر الجاري في افتتاحيه مشواره في الدوري الجديد. احمد حمودي هو كمان انتظم لاعب الفريق في التدريبات بعد ما كان تغيب عن مران الامس بسبب حاله وفاه، بقاء الدوام لله، وحصل على اذن من الجهاز الفني الفريق بقياده الحسام بدري. وغادر جونيور اجاي مهاجم الفريق للاصابه، عنده
كان دوار خفيف وما استطاعش ان هو يكمل التمرين، وطبيب النادي الاهلي دكتور خالد محمود كان بيتابعه. علي معلول هو كمان ما شاركش في التدريبات الجماعيه بعد تعرضه لكدمه في خلال مشاركته مع منتخب تونس في التصفيات المؤهله الى كاس العالم 2018 في روسيا، ولكن كدمه خفيفه وان شاء الله يكون يعني عنده اختبار طبي بكره وان شاء الله تكون سهله ويستشفى منها في اسرع وقت ممكن. مروان محسن اللاعب طبعا ومهاجم الفريق مقرر ان هو يسافر خلال المانيا للاطمئنان على مستوى تعافيه من الاصابه بقطع في الرباط الصليبي. احنا معانا مداخله دلوقتي يا جماعه ولا لسه؟ طيب احنا معانا الزميل الصحفي الناقد الرياضي لسوبر كوره حسن غريب. مساء الخير يا فندم. الخير بحضرتك كابتن محمد، تحياتي ليك وكل الاستاذ المتفائلين. مساء الخير يا استاذ حسين، معلش انا اسف انا كتبتها غلط. استاذ حسين غريب. بصفتك كنت متواجد في مران النادي الاهلي، كيف شاهدت مران النادي الاهلي بيستعد لافتتاحيه طلائع الجيش في الموسم الجديد؟ اكيد شفت كيف استعد النادي الاهلي في هذا التمرين. مظبوط يا كابتن، زي ما حضرتك وضحت من شويه النادي الاهلي بوقت الاستعداد وبمباراه، حضرتك عارف في ثلاث مباريات الاهلي مقبل عليهم، مباراه طلائع الجيش في البدايه 10 سبتمبر، وفي ماتشين الترجي 16 و23 من نفس الشهر في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، مباريات كلها مهمه طبعا، سواء كانت في الدوري انت في بدايه في الدوري مطالب ان انت دايما تنافس على الالقاب، ف حتى لو هنقول طلائع الجيش مقارنه بالترجي مستوى اقل، ولكن هو مباراه مهمه في بطوله الدوري، مطالب ان انت تحصد نقاط في البدايه وزي ما بنقول تلم نقط في بدايه البطوله علشان تنافس بدري بدري وما تضيعش اي نقط يعني. طيب الاهلي اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل كمل. النادي الاهلي واصل تدريبه النهارده، كان قوي جدا من كل اللعيبه، شاهد زي ما سمعت حضرتك وضحت من شويه عوده الثلاثي الدولي عبد الله السعيد ورامي ربيعه واحمد فتشي، الثلاثي اللي شارك في مباراه اوغندا واخد يوم زياده اضافي راحه اعطاها الكابتن هشام البدري، وشاهد ايضا مشاركه عماد متعب، عماد من اخذ امبارح كلمه خفيفه في الضلوع من وليد سليمان في كره مشتركه، لكنه شارك النهارده وظهر بشكل كويس. ايضا اعضائي شارك ولكن هو تعرض لدوار خفيف وخرج مع الدكتور خالد محمود، وبعدين طلب انه يشارك ثاني، طلب من مؤدي الاحمال الانس الشعلال ان هو يشارك ثاني، فاستاذن من الكابتن هشام. الكابتن هشام كان متحفظ شويه ان هو ما يشاركش وهو لسه تعبان، فخلى لف شويه يعني لفتين او ثلاثه لحد ما اتاكد انه سليم، ورجع شارك ثاني وكان كويس وظهر بشكل كويس في التقسيمه يعني. طيب ابرز ملامح التقسيمه كنت شايفها فعلا فيها حماس بدايه خلاص الدوري، اللعيبه اصبحت خلاص بتركز بقى احنا بنبتدي دوري جديد، ولا لسه مرحله فتره الاعداد وبيبقى فيها جزء من الملل؟ لا هي في البدايه هي حماس كبير، هو تعتبر فتره الاعداد خلاص خلصت بالنسبه للنادي الاهلي، انت خلاص المباراه يوم 10 حاليا. لا التدريب كان حماسي جدا من اللعيبه، كابتن حسام بركز برضو على الجوانب الفرديه عند اللعيبه، كان في مجموعات ثلاثه قصاد ثلاثه او اثنين قصاد اثنين بشكل كبير سواء للمهاجمين او للمدافعين، ففي تعليمات خاصه للدفاع. شفنا كابتن حسام من الفترات اللي فاتت كان بيوظف محمد هاني كمساك، وده برضه ظهر في التدريبات الفتره دي بشكل واضح جدا، وظهر برضه في المباريات الوديه اللي الاهلي لعبها، بحيث ان هو يكون عنده اكثر من بديل في المركز ده. وايضا ركز الكابتن حسام على الكرات العرضيه برضو بشكل كبير، كان في اهتمام مكثف سواء للمهاجمين ازاي يتعاملوا معاها او للمدافعين ان هم يتعاملوا معاها برضو بطريقه صحيحه. الناقد الرياضي حسين غريب في موقع سوبر كوره، بنشكرك شكرا جزيلا، مداخله كانت بتبرز ابرز ما جاء في تدريبات النادي الاهلي اليوم في اطار استعداداته لطلائع الجيش في افتتاح الموسم. نروح لموضوع مهم جدا في الرياضه، مهم جدا للمجتمع، وهو الجانب المجتمعي للرياضه. النادي الاهلي دائما سباق في هذا الشان، وده من اهم العوامل اللي بتقيم فيها المنظومه الرياضيه لما بتبقى عندها الجانب الرياضي والجانب المجتمعي، ده بيديها اضافات كتير جدا، خاصه انك بتبقى ليك دور في المجتمع. النهارده
النادي الاهلي ممثلا بسياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي وايضا كابتن حسام البدري وبعض اللاعبين وبعض من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ذهب الى مستشفى 57 3 57 مستشفى للسرطان وده في اطار الجانب المجتمعي اللي دايما النادي الاهلي سباق فيه. زياره نجوم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي لهذه المستشفى الاطفال وايضا المصابين لما بيلاقوا النادي الاهلي جاي لهم لحد عندهم بتفرق معهم جدا من ناحية المعنويه بتفرق معهم جدا انه يلاقي النجوم اللي بيحب يتفرج عليهم موجودين معاه حواليه بيشاركوه حتى لحظات بسيطه وده من اهم دور الرياض النجم الكبير في كل دول العالم له هذا الدور وصراحه النادي الاهلي دائم السبق في هذا الشان ما شاء الله سنة ورا سنة زيارة المستشفيات دائما موجودة داخل النادي الأهلي حتى معهد القلب اللي موجود في أسوان بتاع دكتور يعقوب فهذا الشأن بيضيف حاجات كتيرة جدا للقيمة المعنوية بالنسبة للنادي الأهلي داخل رواد والناس اللي ربنا يشفيهم في مستشفى 57 3 57 صراحة إدارة المستشفى استقبلت بعثة النادي الأهلي اللي دارت المستشفى بشكل حضرتكم شايفين البالونات الحمراء بلون النادي الأهلي وأيضا علم مصر اللي فوق كل شيء تواجد في زيارة كل كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ورامي ربيعة أيمن أشرف صدر رحيل محمد نجيب ندو جابر أحمد ياسر ريان محمد هاني إسلام محارب أحمد الشيخ وحسين السيد وأحمد حمدي حرصت إدارة مستشفى 57 3 57 على تنظيم حفلة لاستقبال النادي الأهلي وأيضا طبعا الأطفال كلهم اللي موجودين حرصوا أن هم ياخدوا صور تذكارية النادي الأهلي ورد فعل من هذه الزيارة بصوا حضراتكم قد إيه التفاعل ما بين نجوم النادي الأهلي وما بين الأطفال وما بين العاملين داخل المستشفى بتبقى فرحة فرحة كبيرة جدا النادي الأهلي لما بيخش أي مكان بيخش فندق الفندق بيتقلب بيبقى فيه حدث فلما يروح إلى هؤلاء الأطفال ويشاركهم معنويا بوجوده معهم بأن هو موجود وبيزور يشوفوا النجوم النادي الأهلي حتى الصفقات الجديدة ظهر في الصورة إسلام محارب وبعض اللاعبين الآخرين اللي ذكرتهم لحضراتكم أيمن أشرف وأيضا أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ مروان هشام كل المنظومة النادي الأهلي ممثلة داخل هذا الحفل اللي أقيم له والاستقبال الرائع صراحة اللي بيشيد بيه كان ليه رد فعل وده برضو من الحاجات اللي ما شاء الله مجلس إدارة النادي الأهلي سباق دائما فيه إن النادي الأهلي بيضعوا 200 طفل من رواد مستشفى 57 3 57 عشان يأزروا ويشجعوا النادي الأهلي في لقاء الترجي إن شاء الله يوم 16 سبتمبر اللي جاي ووجهت الدعوة على هامش الزيارة ودي الدوري والكاس جوه المستشفى حاجة جميلة جدا شايفين التفاعل ما بين الأطفال وهم بيلعبوا بالبلالين الحمراء قد ايه حبهم للنادي الاهلي بيزيد بيشوفوا كابتن سيد عبد الحفيظ في التلفزيون على طول ايام برضه كابتن سيد من اللعيبه الكبار جدا في الكره المصريه ادي سياده اللي هو شيرين شمس اكيد كلمه كانت مهمه ومعبره على عمق ان المجتمع لازم يكون له دور مع هؤلاء اللي الاطفال اللي موجودين لان الصراحه مشاهده اعلانات 57 3 59 بتدي لك قد ايه انك لازم تشارك باي شيء دعم مادي ودعم معنوي ده من الدعم المعنوي المهم المجتمعي دور مجتمعي واجب على كل الانديه مش بس النادي الاهلي ولكن ما شاء الله النادي الاهلي دائما سباق زي ما قلت لحضراتكم وادي الكلمه كابتن حسام البدري افضل مدير فني في الدوري وفي مصر بطل الدوري بطل الكاس كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيتحدث والدعوه اللي وجهت للمتين طفل دي كانت رد فعل صراحه اكثر من رائع من النادي الاهلي ومجلس ادارته في انه يدعو ادي احمد الشيخ حتى موجود في الصوره كل نجوم رامي ربيعه نجم منتخب مصر اللي لسه كسبان اوغندا وادي محمد نجيب صبري الرحيل ميدو جابر كل اللي بشوفه بنقله لحضراتكم حسين السيد ومحمد هاني نجوم النادي الاهلي على اعلى مستوى موجودين وبجانب اطفال ورواد 57 3 57 كابتن حسام البدري وجه الشكر اكيد لاداره المستشفى على الدعوه واكيد ان هو حس بان النموذج حقيقي للاراده والتحدي والنجاح لكل المصريين ومعنى حقيقي لكلمه مصر تقدر واشاد ان
كابتن حسام البدري اللي عليهم دور كبير جدا اتجاه الاطفال وغيرهم من طوائف المجتمع لابراز مثل هذه المؤسسات المجتمعيه الكبرى. واضاف كابتن حسام البدري انه لدي حماس كبير للمساهمه في اي عمل على هذا النحو واثبات اننا كمصريون قادرون على صنع المستحيل. صراحه انت لما تزور مستشفى 57 تحس ان انت اتنقلت بره، اتنقلت لاوروبا، كل حاجه منظمه للغايه، كل حاجه مرتبه للغايه. يعني صراحه وعي على اعلى مستوى انك ازاي تحارب مرض السرطان، الله لا يقدر، من اشد الامراض. ولكن في مؤسسه 57 هم بيحاربوا السرطان بكل النواحي، والناحيه المعنويه من اهم النقاط اللي بيكون فيها دور كبير جدا في شفاء المريض. لما تشوفوا البسمة اللي بتبقى موجودة على الطفل لما يجيله نجم النادي الأهلي، الحد عنده يديله بادج النادي الأهلي، يديله البالونة الحمراء، يتكلم معاه كلمتين، مش هينساهم طول حياته. حتى إن شاء الله بعد تعافيه من الإصابة مش هينسى اللحظة دي طول حياته، وهيفضل فاكرها طوال عمره إن شاء الله، ربنا يطول فيه عمرهم جميعا. بتفرق كتير جدا، دور مهم، وهكرر تاني ده الدور المجتمعي، واجب على كل الأندية مش بس النادي الأهلي ان نجومه تروح وتشارك مع الأطفال. وادي أولياء أمور الأطفال، وادي شوفوا ميدو جابر بيشيل الطفل كأنه واحد من أولاده وبيلعب معاه، والكلام ده مش بس عشان قدام الكاميرا، الكلام ده من غير الكاميرا بيكون بيتقال. دور مهم جدا، النادي الأهلي جاي بحافلة، حافلته الخاصة، كأنه رايح ليه مباراة، ولكن هو رايح ليؤدي دور مهم في بناء المجتمع، ويجب على الكل انه يشارك في هذا الدور، لان هؤلاء المرضى محتاجين هذا الجانب المجتمعي. مره ثانيه بنوجه الشكر لنجوم النادي الاهلي ومجلس ادارته على هذه الزياره، وايضا على دعوتهم ان هم يكونوا موجودين في لقاء الترجي، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب الترجي بوجود هؤلاء وايضا جمهور الاهلي العظيم. نروح للدوري العام، البطولة المفضلة والكبرى في الكرة المصرية والمفضلة للنادي الأهلي. النادي الأهلي حبيب الدوري، بيحب الدوري وبيحب الكاس وبيحب السوبر وبيحب دوري أبطال أفريقيا، بيحب البطولات. النادي الأهلي بيحب هذه البطولات، جمهور الأهلي بيحب هذه البطولات. النسخة 59 من بطولة الدوري الممتاز على الأعتاب، غدا إن شاء الله هتنطلق صافرة أول المباريات، وهيواجه فريق الداخلية فريق بتروجيت في تمام الساعة 5 إن شاء الله مساء اليوم. وأيضا أنا للأسف يعني إحنا بنبتدي قبل يعني في 12 فبنبقى دخلنا في اليوم الجديد فمساء اليوم. والمقاولين العرب اللي هيواجه الرجاء، ودي هتبقى أول ماتشين. الداخلية الصراحة مع الكابتن علاء عبد العال تحس إن في كيمياء خاصة ما بينهم. الكابتن علاء عبد العال لما ذهب إلى إنبي مش هو ده كابتن علاء عبد العال، لما ذهب الى الشرقيه مش هو ده كابتن علاء عبد العال، لكن لما رجع للداخليه حتى في اخر اسابيع من الدوري الممتاز حسيت بفارق مع فريق الداخليه، بيعمل له كينونه، بيعمل له طريقه، وهم حافظين اسلوبه وهو حافظ اسلوبهم، فالاثنين ماشيين مع بعض بشكل كويس قوي، وهيبقى لقاء صعب. طبعا بتروجيت الناحيه الثانيه الكابتن محمد يوسف والتدعيمات الجديده، بدايه جديده، خد فترته كابتن محمد يوسف، وكمان لما دخل الى بتروجيت عمل فارق، فاز على مصر المقاصه في اول لقاءاته، فهيبقى لقاء هيبقى قوي جدا في بدايه الدوري الممتاز الاسبوع الاول. هذا اللقاء هيقام على استاد كليه الشرطه. واللقاء الاخر المقاولين والرجاء. الرجاء صعد الى الدوري الممتاز منتشي بفرحه الصعود، و قليل من الصفقات، ولكن هنشوف البدايات بتفرق مع الفرق الصاعده. المقاولين العرب صفقات مهمه جدا صراحه، استقرار مع الكابتن محمد عوده من المديرين الفنيين اللي اثبتوا وجودهم مع فريق المقاولين العرب، سنه ورا سنه بيبتدي يصنع مشروع لعوده المقاولين العرب مره ثانيه لسابق امجاده. محمد عوده من نجوم النادي الاهلي في نجوم نادي المقاولين في التسعينات، ومعاه جهاز كله مقاوليني 100%، كابتن احمد سعيد وايضا الكابتن هيثم حسين.
عندهم موسم صعب هذا الموسم، ولكن نادي المقاولين استطاع انه يحصل على توقيع ابراهيم صلاح، واحد من نجوم نادي الزمالك وخبره كبيره جدا. ادي لسه بقول لحضراتكم، وادي ابراهيم صلاح مع المهندس الباشمهندس محمد عادل في المقاولين العرب. فطبعا كل الصفقات الجديده لنادي المقاولين، واستطاع ان هو يكمل ايضا في بقيه النجوم اللي موجوده يحافظ عليهم. فنادي المقاولين هذا الموسم يعني عليه انه يخرج من دوامه الصراع، لان الموسم اللي فات كان فيه بعض النتائج اللي مش قد مستوى نادي المقاولين، ولكن قادر هذا الموسم انه يؤدي موسم مختلف. نروح ليوم السبت، لقاءات هتبقى ايضا في منتهى القوه، هتبتدي بطنطا والنصر. طنطا مع كابتن خالد عيد صراحه من الانديه اللي كانت مدهشه في الموسم الماضي، مدهشه لانه استطاع البقاء من بدايه الموسم. كان الكل بيراهن ان طنطا هتقع، ولكن طنطا صمدت وقعدت في الدوري الممتاز، وده ان كان انجاز يحسب فيحسب للعيبه والمدير الفني كابتن خالد عيد انه استطاع بالبقاء بطنطا. النصر والكابتن سيد عيد برضو هما الاثنين بقى له فتره الراجل مع فريق النصر، ولكن زي ما بيطلع زي ما بينزل. فهل هيكون النصر هذا الموسم بشكل مختلف؟ فهو ده السؤال اللي هيجاوبه فريق النصر بنفسه. هل هيكون ضيف كريم زي ما كان بيكون في المواسم الماضيه؟ ده هذا السؤال هو اللي هيرد عليه كابتن سيد عيد ولاعيبته، لان صراحه في المواسم السابقه كان نادي النصر بيصعد وبينزل بمنتهى السلاسه، ولكن هو انجاز الصراحه ان النصر يصعد من مجموعة القائمة، ده انجاز يحسب لنادي النصر ومجلس ادارته. نروح لواحد بقى من اللقاءات اللي هتبقى فيها متعه. كابتن هاني رمزي اتحاد السكندري بيواجه اشتراكه امام الاسماعيلي، ولقاء في منتهى القوه. طبعا بس اذكر حضراتكم ان طنطا والنصر هيلعبوا في استاد طنطا الرياض. اتحاد السكندري هيلعب الاسماعيلي في استاد اسكندريه في الاسبوع الاول، جو حلو، بدايه دوري، هنا مدير فني اجنبي وهنا مدير فني نعتبره اجنبي. كابتن هاني رمزي يعني من اكثر وما شاء الله من اطول الناس اللي لعبت في الكره الاوروبيه، خاصه بدايه من سويسرا ثم المانيا، وبدايه التدريب مع فريق امبي ثم المنتخب الاولمبي وانجازات، ونهايه بمنتخب المحليين. ولكن كابتن هاني رمزي مع الاتحاد اعتقد ان هو في شكله او في دماغه هيدي شكل جديد للاتحاد السكندري. اتحاد السكندري عنده جماهير كبيره، جماهيره ابتدت تطمع ان فريق الاتحاد مش بس يقعد في الدوري الممتاز بل يكون له مركز متقدم. هو ده اللي هنشوفه في المواجهه اللي انا ممكن اعتبرها اوروبيه لحد ما بوجود كابتن هاني رمزي في راس جهاز الاتحاد السكندري امام اشتراكه والاسماعيلي. الاسماعيلي الدرويش، الاسماعيلي فريق كبير، الاسماعيلي الموسم الماضي كان موسم للنسيان، هنشوف هذا الموسم هيكون ايه النتيجه مع فريق الاسماعيلي. الانتاج الحربي والزمالك والانتاج والتدعيمات والاستقرار مع كابتن مختار امام الزمالك بزي جديد مع نبوشه، هنشوف نبوشه ماذا سيقدم، ولكن الراجل لسه جاي برده مش ما خدش وقت كبير مع الفريق. بقيه الاسبوع الاسيوطي مع المقاصه برده من المباريات اللي مهمه، مصر المقاصه هيورونا بقى ماذا حدث في الموسم الماضي، هل هو جاء عن طريق الصدفه ولا لا. المصري وادي دجله لقاء مهم وصعب الصراحه، الاثنين كانوا لسه في استوديو واحد، ميدو وكابتن حسام حسن، هنشوف هيواجهوا بعض ازاي على الملعب. وختاما في هذا اليوم الاهلي وطلائع الجيش، وبدايه مهمه وقويه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش، ويستكمل يوم الاثنين ان شاء الله بلقاء امبي وسموحه، لقاء نقول عليه الاستقرار، يعني الفرقتين مستقرين بشكل كبير جدا، وهنشوف ماذا سيقدم كابتن طارق العشري مع امبي في هذا الموسم، خاصه ان الموسم اللي فات امبي كان مهدد في بعض الاوقات بالهبوط. نروح لتقرير مهم جدا، ان في 11 فريق احتفظ بمدربه، نادي الاهلي، نادي الداخليه، المقاولين العرب، طنطا والنصر، الانتاج الحربي، المصري، وادي دجله، طلائع الجيش، كابتن احمد سامي، و